كنا بنسأل امتى مريض البريست كانسر ممكن ما نديهاش العلاج الكيماوي التحفظي اللي هو او اللي زي ما بنسميه الوقائي اللي بيبقى بعد العملية. وسألنا على نوع تحليل كده جيني دايما بقينا نسمعه كتير في الآونة الأخيرة اللي هو اسمه اونكوتايب دي اكس اللي هو 21 جين اللي بقى في اماكن بتعرض ان هم يبعتوا العينه بره تتحلل لانه ما بيتعملش في مصر لغايه دلوقتي. التحليل ده بس بيبقى مكلف شويه، ممكن ثمنه بيتراوح من 2000 دولار فيما اكثر، في بعض الاحيان ممكن يوصل لغايه 4000 دولار، فبرضه رقم كبير الى حد ما. ولكن ساعات في ناس بالنسبه لها ان هي هتاخد علاج كيماوي اصعب من ان هي تدفع فلوس زي دي. فخلينا كده بسرعة بسرعة نعدي على الموضوع نشوف مين هم المرشحين للموضوع ده، ان احنا نعمل التحليل ده او نكون في حاجة اليه ولا لأ، وامتى ما يبقاش يعني مش مستاهلة ان احنا نعمل التحليل وممكن ان في اسباب تانية تخلينا ناخد العلاج الكيماوي احسن، وامتى ما يكونش ليه لازمة خالص ونبقى نكتفي بالعلاج الهرموني وخلاص. طيب التحليل ده مفروض للسيدات اللي عندهم بريست كانسر في المرحلة المبكرة. المرحلة المبكرة من البريست كانسر مفروض ان هي بتتحسب لغاية ستيج 3A، يعني اول المرحلة الثالثة، يعني لغاية المرحلة الثالثة يعتبر الحالة ايرلي بريست كانسر او مرحلة ورم ثدي مبكرة. طيب يعني معظم الناس او معظم الجايد لاينز او الحاجات اللي احنا متفقين عليها ان لو في غدد ليمفاويه مصابه غالبا انا هدي علاج كيماوي. ممكن هتلاقي ناس بتتكلم ان انا ممكن اعمل الانكو تايب دي اكس في ناس يكون غدد ليمفاويه عندها مصابه، بس الصراحه ده قليل جدا والانديكيشن بتاعه قليل وعايز ظروف خاصه، ممكن حد اكبر من 70 سنه وشويه ظروف كده. لكن دايما مين هو اللي هو فعلا العيان او المريضه المحيره اللي احنا فعلا بنبقى محتارين، وهي كمان لما نيجي نتناقش معاها بنبقى محتارين نعمل ايه في هي نديها الكيماوي ولا لا، وهي لو رافضه العلاج الكيماوي هل فعلا في راشونال ولا لا. خلينا نتفق ان الجروب ده من العيانين لازم بيبقى مستقبلات الهرمونات بتاعته اللي هي الاي ار والبي ار او الاي ار على الاقل بوزيتيف والهيرتو نيجاتيف، دول لازم. يعني لو الاي ار مش بوزيتيف او الهيرتو يعني لو الاي ار نيجاتيف او الهيرتو بوزيتيف لا هناخد علاج كيماوي. طيب لازم يكون الاي ار بتاعهم بوزيتيف والهيرتو بتاعهم نيجاتيف، وكل ما الاي ار بتاعهم والبي ار بقوا بوزيتيف اكتر يعني 100% او خدوا سكور 8 على 8 او حتى 6 على 8 ده سترونجلي بوزيتيف، ده بيخلينا اكتر ميلا ناحيه ان احنا ما ناخدش كيماوي. طيب طبعا مع العوامل التانيه. طيب نتفق تاني ان احنا عايزين حجم احنا قلنا ان المرحلة او خطورة الورم بتاعت سرطان الثدي بتتوقف على كذا حاجة. قلنا اول حاجة الجريدنج، نوع الورم اصلا، نوع الخلايا، هل هي داكت كارسينوما، هل هي لوبيلر، هل هي ميكسد. الحاجات دي بتتم بنعملها معاملة الهاي ريسك، اما اي حاجات لو ريسك شوية زي التيوبيلر والكريبريفوم و الادينويد سيستيك وادويه انواع تانيه بتبقى اقل شراسه شويه. الموضوع ده يفرق معانا في حاجه بسيطه كده في حجم الورم، يعني لو هو انفيزيف داكت كارسينوما زي معظم الحالات او لوبيلر كارسينوما او ميكسد، الاثنين دول هيخلي الورم بتاعنا لو هو لغايه يعني زي ما بنقول كده اخرنا لغايه 2 سم، لو اكبر من 2 سم اللي هي دخلنا في تي 2 صريحه مع عوامل تانية هيفضل ان احنا ناخد كيماوي. اما التي 1 هنقسمها لكذا حاجة برضو، نص سنتي، نص الواحد سنتي، من واحد سنتي لاتنين سنتي، في الحاجات الاقل في الباثولوجي شوية زي التيوبيلر والكريبلي فورم هنقللها شوية، قد هنزود حجم الورم شوية لغاية 3 سنتي. انتوا بص انتوا ممكن نتوه في الحاجات دي لان هي المنطقه دي رخمه، المنطقه دي عليها ديبيت جامد جدا اصلا ما بين الناس. لكن خلينا نتفق دايما في الحته اللي هي اخر التيتو، يعني الورم اكبر من 1 سنتي، من 1 ل 3 سنتي كده، يعني في اخر التيتو، في اخر التي 1 او في اول التيتو في الحجم الورم مفيش غدد ليمفاويه مصابه، الاي ار بوزيتيف والبي ار بوزيتيف والهيرتو نيجاتيف.
والعينة 50 سنة أو أقل. هي دي الزنقة اللي إيه دول، هل أخد كيماوي يا دكتور ولا ما أخدش كيماوي؟ الكيماوي هيفيد ولا مش هيفيد؟ قاعدة عايزين برضو نتفق عليها، إن الكيماوي الخلايا الصلصالية طول ما هي بوزيتيف للهرمون، يعني الإي آر والبي آر سترونجلي بوزيتيف، بيبقى تأثير الكيماوي فيها أصلا مش قوي، يعني بتبقى أكثر استجابة للعلاج الهرموني. ففي ليه بنفكر نديك كيماوي ولا ما نديكيش كيماوي؟ عشان الكيماوي ده هو بيمنع الارتجاع. احنا اتفقنا ان خلاص الورم لو هو طول ما هو مش مرحله رابعه، مرحله اولى او ثانيه او ثالثه، وانا قدرت اشيل الورم والغدد الليمفاوي كده وصلنا للشفاء. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقلل احتمال الرجوع، احتمال ارتجاع الورم، عشان كده بندي العلاج الكيماوي التحفظي واحيانا الاشعاعي واحيانا الهرموني. طيب جات لي سيدة فاضلة، قلنا زي ما تكون بالمواصفات دي، اللي هو الورم من حجمه صغير من 1 سنتي ل 3 سنتي، الاي ار بي الاي ار بتاعها بوزيتيف، الهيرتو نيجاتيف، هي 50 سنة فيما اقل. قالت لي اعمل ايه؟ انا هاخد كيماوي ولا ما اخدش كيماوي؟ طيب السؤال ده اجابته عشان نعمله بنبقى محتاجين نعمل التحليل اللي هو الاونكوتايب دي اكس. الاونكوتايب دي اكس ده تحليل بيتعمل على الخلايا الورميه، بيشوف فيها 21 جين مسؤولين عن الريكارنس والميتاستاسيس، يعني بيشوف بيختبر 21 جين على الخلايا السرطانيه اللي احنا واخدينها من عندك من العينه، نشوف الخلايا دي عندها قدره، فيها جينات تخلي قدرتها على الارتجاع عاليه ولا لا، تخلي قدرتها على الانتشار عاليه ولا لا، باختبار 21 من الجينات. طيب هندي بعد الاختبار ده بيدونا سكور للاختبار اللي عملوه من 0 ل 100. بنقسمها 3 درجات، لو وانترميديت وهاي. اللو من 0 ل 15، والهاي من 26 ل 100. اللو خلاص هندي، بما ان الاي ار بوزيتيف والهيرتو نيجاتيف، هندي اندوكراين ثيرابي بس، علاج هرموني وكفى. طيب لو عالي هاي اكتر من 26 لغايه 100، يبقى احنا هنا هندي علاج كيماوي متبوع بعلاج هرموني، هي دي الريكومنديشن في الحاله دي. طيب الحاله الاكثر حيره ان هو يطلع في النص، يطلع انترميديت، يطلع من 16 ل 26 او لغايه 25. طيب من هنقسمها تقسيمه جوه كمان، من 16 ل 20 ومن 21 ل 26. اللي من 16 ل 20 دول بنرجح ان احنا نعملهم معامله اللو ونديهم اندوكراين ثيرابي بس او هرمونال تريتمنت بس، علاج الهرموني وكفى. طيب من 21 ل 26 بيفضل نعملهم معامله الهاي ريسك ونديهم علاج كيماوي متبوع بعلاج هرموني. في معظم الحالات دي العلاج الكيماوي بيبقى 4 جرعات من بروتوكول اي سي اللي هو الادريامايسين الدواء الاحمر مع الاندوكسان، او 4 جرعات من الدواء تي سي اللي هو تاكسوتير مع اندوكسان. بعد ال4 جرعات دول بندي علاج الهرموني، اللي بقى بيختلف طبعا، قلنا بعد الدورة ولا قبل الدورة، هندي حوريتكس ولا لا، هندي تاموكسفين ولا لا، هندي فيمارا ولا اروميزين ولا ارميدكس ولا لا. الحاجات دي كلها طبعا بتبقى حالة بحالة، وتبع الدورة وقفت ولا لا، والهرمونات عاملة ايه. طيب ايه تاني؟ العلاج الاشعاعي، العلاج الاشعاعي في الحالات دي بيبقى للسيدات اللي عملوا استئصال جزئي. لو عملت استئصال كلي خلاص مفيش علاج اشعاعي، اما لو عملت استئصال جزئي فبيبقى فيه علاج اشعاعي بيبدأ بعد الكيماوي، وبرده الهرموني ممكن نعمله مع الاشعاعي وممكن نخليه بعد الاشعاعي. يبقى تعالوا نلمها كده. طيب خلينا نجيب، احنا كده اتفقنا الاونكوتايب دي اكس ده تحليل جينوميك تيستنج بيتعمل على الخلايا السرطانيه، ما بيتعملش في مصر، سعره غالي حبتين من 2000 دولار فيما فوق، بيتعمل بره مصر زي ما قلنا، بيختبر 21 جين مسؤولين عن قدره الخلايا الورميه على الارتجاع او على الانتشار، بيبقى سكور بتاعه يا لو انترميديت يا هاي، زي ما قلنا من 0 ل 15 16 26 26 ل 100 ده الهاي. وعرفنا كل تقسيمه هنكونسيدر ايه في كل مرحله. هل هو الانكو تايب دي اكس هو التحليل الوحيد الابروفد عشان نحدد الموضوع ده؟ لا، في تحاليل تانية، في البروسيجنا، في الماما برينت، في الاندو بريتكت، تحاليل كلها مشابهه، ولكن الاشهر والاكثر انتشارا في الفتره الاخيره هو الانكو تايب دي اكس.
طيب في ناس بقى يعني في الجايد لاينز كانت موضوع ان انا ما اعملش التحليل دي مش مذكوره، يعني لو انا عندي العيانه بالمواصفات اللي هي ممكن ما تاخدش علاج كيماوي بس ما عندهاش قدره ان هي تعمل التحليل، او المكان اللي هي بتتعالج فيه ما بيعملش تحليل زي ده، تعمل ايه؟ لو التحليل ما تعملش، الريكومنديشنز او التوصيات بتقول ان احسن ناخد علاج كيماوي. يعني احنا لو ما قدرناش نعمل التحليل احسن ان احنا ناخد علاج كيماوي. العلاج الكيماوي زي ما اتفقنا بيبقى 4 جرعات من الاي سي او التي سي. طيب لو قدرنا نعمله هنتصرف على اساس السكور، هنتصرف على اساس السكور بتاعه طلع لو ولا انترميديت ولا هاي. طيب ايه السؤال تاني برضو؟ مين برضو السيدات اللي تقول انا منهم ولا انا مش منهم؟ زي ما قلنا ان لازم الاي ار يبقى عندك بوزيتيف، الهيرتو يبقى نيجاتيف. دول اول حاجتين نتفق عليهم 100%. الحاجات التانية بقى اللي ممكن ناخد وندي فيها مع بعض، ممكن الكي اي 67 هاي ولا لو، ممكن ناخد على ان في سنك صغير ولا لا، يعني مثلا بقى تلاتينات اربعينات ده برضو سن يعتبر صغير. حاجات تانية كده ممكن الجريد بتاعك ايه، نوع الخلايا ايه، الحاجات دي ممكن ناخد وندي فيها مع بعض. لكن اهم حاجتين زي ما اتفقنا هو الاي ار بوزيتيف، الهيرتو نيجاتيف، والورم نفسه حجمه صغير الى حد ما، من سنتي لتلاتة سنتي بكتير، يعني اكتر من كده ليها اعتبارات تانية معقدة اكثر تعقيدا بقى، ناس عندها مشاكل كتير دي اصلا ممكن ما تاخدش كيموثيرابي. طيب لو حتى عنده عوامل اكثر خطورة شوية، يعني بقى ممكن الورم اكبر شوية، الهاي جريد، معرفش ايه، بس فوق 70 سنة ده لا، ده غالبا مش بنديله كيماوي لو هو محصور في المنطقة دي من غير حتى تحليل جيني ولا حاجة. لو هو العوامل الخطورة عنده قليلة ومقدور عليها، لو اكتر من 70 سنة ما نديش علاج كيماوي. في ناس برضه كانت بتقول ان ممكن ما ياخدش علاج كيماوي، ده اللي هو ما يقدرش ياخد علاج كيماوي. لا، دي حاجات مفروغ منها. لو واحد ما بيقدرش ياخد، مش هتقدر تاخد علاج كيماوي، العلاج الكيماوي هيضرها او عندها موانع انا مش هضرها مهما كانت المرحله بتاعتها عامله ايه. برضه سؤال على الناس اللي بتسال على نيو ادجفنت تريتمنت اللي هو ما قبل الجراحه. معظم الناس اللي هتاخد علاج كيماوي ما قبل الجراحه هيكون عندها الادفانس ديسيز او ورم ما كانش ينفع التدخل فيه مباشره عن طريق الجراحه، فغالبا ده مش هيبقى من الناس الكانديديت بتوعنا اللي احنا ندور عليهم ان احنا نعمل لهم التحليل الجيني. بتوع التحليل الجيني دول اللي هم زي ما بنقول كده، اللي هم يعني اللي هم وقفوا في النص، احنا عايزين نقربهم لأقرب حاجة. هل هم مع الناس اللي لازم ياخدوا علاج كيماوي عشان أقلل فرص الارتجاع، ولا لأ الكيماوي هيبقى فايدته مارجينال أو صغيرة فأتفادى السايد افكتس بتاعته ومديش العيان علاج كيماوي وأديها جاست علاج هرموني وأحصل على نتيجة مقاربة جدا أو ذا سيم من أنا أدي العلاج الكيماوي اللي هو مش هيبقى ليه لازمة في المرحلة دي.